تتكلم فوق ده، اسكت يا زول ما تتكلم يا زول فارق يا زول. يعني احنا من الحرب ده بدا من اول ضربه، انا وابراهيم ده مركنا وقاعدين شفت بعلين كده لا خالص خلينا، وحتى انا ضد الجنجبيل ده موضوع ما داري بزايده انا ضده، لكن احنا 72 ساعه اسمع الكلام ده كويس والله فاضي هنتطرق فيها وهنقلب طوارئ 700,000 درجه، بس نقول لاهلنا هاي السلام عليكم هاي نحن ناس مهايدين انسحبوا بس يا اخي. انا عنصري عنصري عديل، اكتب انا احمد كسل عنصري عشان انتهي لك من الموضوع دي. طارت حرام ولا شنو يا زلمه؟ طخوانات ولا شنو؟ انتوا لما الزول يجي يجيب يعني والله جنجويد والله انتوا جنجويد يا شمالي والله انتوا اصبرتوا لي انتوا جنجويد والله انتوا جنجويد تطيب الاصل من الجنجويد. لانه ليه؟ لانه انا لما يعني انتوا بتتعاملوا كده بعباطه وبوساخه وبقله ادب وبعنجهيه كده انا والله سبحان الله يعني انا جنجويد وكده قدام يا راكب تسلم يا بطل. الليله لما نجي نقول كلمه حق وانه الجيش ده واقف مع الشماليات والشماليين وسبب القتل والتشريد هم الشماليين قتلوا وهم اللي اغتصبوا وهم اللي قسموا البلد وهم اللي جابوا الجنجويد وهم اللي قالوا للجنجويد الشماليين اللي في السلطه. على فكره انت ما من انت ما قاعد في السلطه كشمالي صحيح حق زياره حق زي انتصار. شوف الانتصار دي مر بمليون رجل مر بمليون رجل مش مليون رجل دقت الجنجويد ده قال ديل اهلي وانا ده طرفي منهم. ليه انتم ما قادرين تجوا تقولوا كلمه حق؟ اتفقوا مع الجنجويد طبعا الله يرضى عليكم اتفقوا مع الجنجويد اتفقوا مع الجنجويد اتفقوا مع الجنجويد دقونا اقتلونا امرقونا من الدنيا كله كله ذاته الله جد تحياتنا قدام بس كونتينيو واتفقوا عليك الله عليك الله اسمعوا كلامي دي نصيحه لكم كشمالين كلكم الصالح والطالح والعجوز والمكسر والعميار والغبي والاحبل اتفقوا كلكم يا اخي الله يرضى عليكم اتفقوا مع الجنجويد انتهوا مننا يا اخي امرقونا من حياتكم انتهوا مننا امسحونا من الوجود نهائي ما تخلوا اي زول بيقول لك انا بلاد في السودان ده امسحوا نهائي اتفقوا يا اخي اتفقوا يا اخي انتوا عرب هم عرب يا اخي اتفقوا يا اخي الله يرضى عليكم اتفقوا على الاقل ما تعملوا لنا ما تعملوا لنا وجع راس براسنا السبب اللي بخليكم ما تتفقوا شنو؟ لا ما عارفين طبعا صح؟ اولاد حرام صح؟ ما عندهم دين صح؟ لا الليله بقوا ما عندهم دين زمان ما برضه ما عندهم دين الليله بس بقوا ما عندهم دين صح؟ الليله بعد اغتصبوا وقتلوا وذنحبوا وكسروا صح؟ انا والله العظيم شوف ده اقول لك والله انا واثق انت في فتيل تمام؟ انت في فتيل، انت داري لا يمكن تتفق مع الجنجويد ولو قدرت تتفق والله التحيه لك. انا شخصيا لو اهلي كانت معته بقول انا لله وانا اليه راجعون. موضوع انتهى. راني كوري زاد. الله جابه والله شعله. تعرف ده مثل دافوري الله جابه والله شعله. النوبه بيسموا ولدهم الله جابه. بقول لك ده الله جابه بس. يمكن بكون ربما النوبه عندهم مره اقرا كده فقامت كده تلوك ولدت يعني اتزوجوها عدت 10 سنه 15 سنه فما جابت جنى يعني مثلا 10 سنه ما جابت جنى جابت لين جنى بقول لك الله جابه الزول ده الله جابه بس المره دي كانت اقرا الله جابه فنحن في داربون نقول الله جابه والله شعله عشان ما تقعدوا يا جماعه الناس دي نجيب معاهم كده الا ننبس احلي ننبس الادارات الاحليه ننبس الحركات المسلحه نطلي ميتين ابوهالهم ده كله ما بشوفه يوم جيت خرجتم كده بس زي الجنجويد واحد بس الجنجويد تخرجوا زي ده كسلة وانت اتفقوا طيب وقد انتوا جنجويد وهم جنجويد اتفقوا الله عليكم انا دايرك في اللايف خلاص في تيك توك مش عارف انا عرق اتفقوا اتفقوا يعني انتبهوا ريحونا امسحونا يا اخي الله يطلع روحنا ده امسحونا جد من الموجود يعني كلام فارغ طيب واخيرا ايوه مرحبا بك تحيه ليك وتحيه لكل الناس اللي قاعدين بيشاهدوا فانا بس عندي كلام مختصر وانا عندي رساله داير اوصل عبر المنبر بتاعك
اول حاجه الموضوع بتاع العنصريه ده بصراحه ده موضوع طويل جدا جدا، وانا فاهم تماما انه كل الكلام اللي احنا بنقوم به والله في زول مفتكر انك انت مجرد خادم عشان توصل لمرحله معينه. الثوره بتاع ديسمبر لما قمنا به كلنا ودفعنا الثمن على الرغم من انه ثوره تراكميه، في النهايه شوف نهايتها كان شنو؟ القحاطه جو واستلم السلطه. قلنا يا اخوان دي الاحزاب لا ما مشكله، انتوا طلعونا الصفر، مع انه احنا كنا النشطة قبل ما ثوره ديسمبر وانت عارف تماما. وحس الحاجه دي اللي ماشي بالطريقه دي، انا متابع وقسما بالله في ناس عقليتهم ده ما بتنتهي ده اصلا ليوم الدين. وهو ذاته احمد كسل اللي ماشي ده شنو؟ ده ما غضب الهي، لانه في زول خدت نفسه في مقام معينه وخاتيك انت مجرد خادم بتاعه. هو لو جينا للاصل الجنجويد ليه في جنجويد؟ تخيل يا احمد كسل زول مواطن سوداني لقى سلطه فرصه عشان يكون رئيس بتاع دوله ولا مسؤول، صنع عليك ميليشيا عشان يبيت، لكن لانه يعني قدرة ربنا ما في زول ببيد أمة، ما جنجوي صنعوه عشان يبيدونا يا أحمد كسر يمسحونا من الوجود، أنت عارف الفهم ده عديل. لكن هل كملونا؟ أيوه عملوا عبادة، لكن هل كملونا؟ لا. فالمشكلة ده مشكلة كبيرة، لكن أنا في تقديري أنه احنا يا أحمد كسر خلينا أيوه لازم نضرب بيد من حديد، لكن خلينا كمان نركز يعني برضو أن احنا نكون أقوياء ونكون متوحدين كده، بعد ده نحرر السودان من الجنجويد ونحرر مناطقنا من الجنجويد، وبعد ده نشوف كده في السودان اللي بيقل أدبه منه، نشوف في السودان اللي بيقل أدبه منه. وقسما بالله السودان ده شفت يعني ما ده منه تاني بعد الوعي ده، ها منه ده اللي بيقل أدبه؟ في زول بيقدر يا عم كتر اللي وعينا متوحدين بس بكل صراحة، أن احنا أبناء دارفور وأبناء الشعب السوداني الحر من كل المناطق الصادقين، لو كلنا متوحدين كده العنصريين ده كلهم طلوا 10%، بيجوا 10% العنصريين بيجوا أكثر من 10%. عندك نقطتين انا قبل نرد عليها بقى وجعل. اول حاجه أيوه انا عندي طريقه واسلوب كده انا بعرف بمشي بيه يعني وبعرف انا أيوه اول حاجه هو طبعا الموضوع بتاع الوحده ده مهم جدا، وانت اشتغلت اللايفات قدامي انا قبال اجي في الاتحاد الاوروبي، انت كان قاعد في كندا ليك الاحترام نعم. قبل كده انا خشيت انا ذات الجمهور ايرفوري بعمر صفحتك انت تمام؟ نعم طيب لا احنا موضوع الوحده ده اتطرقنا فيه كتير جدا، وان شاء الله حس الوحده جايه ولعله حس الفاشل برضه دقوا معناته الزول قاعد في الفاشل ولا على كيف رقم انفه ورافع رقبته ولا على كيف المهم بيتفق معانا خلاص ده موضوع مفروغ منه ما بيخلوا الفاشل زي الجنينه وهنتوحد نقول في كتله واحد ده موضوع مفروغ لكن في نفس اللحظه انت جاي تقول انه انا اتغاضى النظر واسكت من الموضوع انه احل قديم موت زي ده ما زمن الكلام ده يا احمد ما تتكلم في الموضوع ده لا حبيبنا انا بدي 72 ساعه تلا دقيقه واحده بديك الفرصه انا اصلا ما بحجبك في اللايف اكيد شوف انا لازم اتكلم ولازم انسجم انا لو ما وقفوا معي انا والله يا عبد الرؤوف بينسحب من المعركه انت لو ما قدرت تنسحب انت مشكلتك انا بنسحب انا انسحابي بفتح البوابه الخلفيه ابو راجل اللي يجي سته كده نشوف القوات المسلحه انا لما افتح البوابه الغربيه هناك بيجي بسته ولا ما بسته ويندي كلام اخر بعد الحرب خليه ينتهوا من الحرب واي دول ان شاء الله اخوه شغال في الجيش ابو اقول له ينسحب من الجيش ابو انا ما الزول اللي بجي بقول يا جماعه الزرقاء القاعدين في الجيش انسحبوا من الجيش خلوه لا 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 انا ما كده انا عندي طريقه اسلوبي براو انا بس البوابه الاحليقه دي موت هناك بس نقول لهم خلاص يا جماعه اي زول تخد بندقيتك الجنجويت لو ما دقيته ما بدقك صح خليه يمشي امشي داخل باب مفتوح ان شاء الله الخرطوم يشيله انا مالي ماله انا فيزا المرأة في الخرطوم والمرأة البيت في الخرطوم اشرف من الدارفوريه الموجوده قاعده في دارفور اللي جبار النوبه والنيل الازرق حسب فهم البرهان نعم طيب أيوة. خلاص انا وبرهان واللي حاكمين معه حسب كلام فهمه والحاكمين معه واللي داعمينه وكميه كبيره بالمناسبه من الناس لسه داعمينه يعني عديل المرأة في دارفور او اللي في الخرطوم اشرف بمليار مره من المرأة اللي في دارفور ما هو قاعد تغتصب 20 سنه في زول قال حاجه ما هو كلام واضح ده تفكيرهم كده يعني
يا اخي عليك الله يا احمد كسل. لو في لو الجماعه عندهم دين برهان ده المفروض يكون قاعد هو عسي، وقسما بالله الان برهان عميل وداير انه الجنجويت، هو ما داير الجنجويت يمشي. رايك شنو؟ رايك شنو يا احمد كسل؟ عندي عميل المقطع صوتي، انا عندي المقطع صوتي لكن ابيت انشره. عندي مقطع صوتي لزول مثقف جدا من الجنجويد انه البرهان اتكلم مع واحد اثنين، لكن قلت يا اخي انا لو نشرت الكلام ده معناته الكلام ده بشق الصف ما بينفع، اتحفظت عليهم والله قاعد كويس. انا اشوف انا في حاجات كثيره ما قاعد انشرها ليه؟ لانه بشوف كده يا جماعه والله والله حاجه. انا عارف انه في حرم الجيده في لقط وكده والتفاصيل ده، لكن حصه وطن ونحن ده غزو وما في داعي، وبعدين نحن السودانيين ان شاء الله ناكل بعض وما في داعي الناس. لكن انا ما بشوف قصص، وانا بقول اخوي شقيقي لو عسكري في الجيش خليه قاتل، انا ما بقول امشي. انا بشوف ناس واولاد حرام القاعدين هنا في الصفحه بيجي بقول لك انت يا اخي عنصري، اقطع المهمه ده دخلها في معدل دخلها عنصري بتاعت حبوبتك عنصريه شنو؟ الانصري دي تقول كلمه الحق وقول له عنصري. خلاص انا اهلي بعرف بحميم كيف، والوطه دي بلف الوطه كده بدخلها في جيبه. الاراضي بتاع الفور كلها قاعدين فيها الجنجويد كان قاعده 500 سنه، في النهايه حتظل اراضي بتاعت فور قصبا انهم كرام في رقبتهم. وقس على داري والغاول الفوق الداج والكده المساجد، الاراضي دي اراضي ثابته ليوم الدين ثابته وباوراقها ومعروفه. فانا ما بيجوز كثير نطرق لايفاتي نفهم اهلي نقول لهم انسحبوا انسحبوا ما تموتوا عشان انتوا قاعدين في البابا هناك، خلوا مش عارف ايه الاسطى بتاع بعد ذاك بنشوف. والله اقل من يومين لو نحن فتحنا البوابه الجيش طوالي بيطير بيدور الطيران ومتفيا بمشي بدق الجماعه عشان ما يجي يخشوا بالله. لا تعجب ليه؟ لا بعد انا افتح البوابه تيجي تدقهم؟ طيب ما من حسي انت مش تحميني وتحمي نفسك عشان ما يجوك في الخرطوم؟ انت بتستعبط على منو؟ مرحبا بك، تفضل. تحياتنا عليك يا احمد وكوينج، وتحياتنا لكم يا شباب. يا محمد نحن ما بنقف، نحن ما بنقف مع الظالم ولا بنقف مع الحرامي ولا بنقف مع القاتل. نحن تكلمنا كثير في الاحزاب الكرتونيه الشماليه وقلنا الناس دول هم سبب الاذى. كثير مننا من الشماليين دول اتكلموا بانه العائلتين الاثنين اللي هم الصادق المهدي وسيدي المرغني وسيدي الغيامه دول هم دول اساسا السبب الرئيسي في المشكلة بتاعت السودان وبتاعت غرب السودان وبتاعت الجنجويد الحالية. البرهان ذات نفسه هو اللي كان مع حميتي وهو اللي جاب الجنجويد وهو على